بيجي لي ناس تقول لي ده انا بس حسيت بوجع من يومين، لكن لما نفحصه نقول له انت عندك بواسير بقالها 10 سنين مثلا. النسور الشرجي الحل الجراحي فيه يمثل الحل الوحيد. النسور الشرجي من الامراض السخيفه جدا لانه يمر داخل عضلات مهمه جدا مسؤوله عن التحكم في التبرز. بقى الحل للنسور دلوقتي زي ما نقول حاجه اسمها فيلاك، ان احنا نخش نقفل النسور ده بدون ما نمس حتى العضلات، ودي حاجه يعني انا نفسي الناس كلها تقرا عنها. الدكتور محمد مجدي النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أهلا بكم. في مناطق في الطب الناس لسه متعرفش عنها حاجات كثيرة، من ضمنها ما يسمى بالنسور الشرجي. ناس كتير برضو عندهم حالات المرضية المتعلقة باللور جي اي تي أو منطقة ما حول الشرج بيتأخروا في السيكينج ميديكال ادفايس تحت مبدأ الخجل. فالنهاردة أنا عايز أولا أوضح ما هو النسور الشرجي، ما هي مضاعفات النسور الشرجي، من أين يأتي هذه المشكلة المرضية التي تزعج وفي نفس الوقت تخجل، ولا معرفش حكاية الخجل دي هيبقى حلولها إيه إلا ما تفهمه. الفهم يمحي الخجل، كل ما نفهم كل ما الخجل يختفي. النهارده حوار مثير جدا مع ضيف العزيز الاستاذ الدكتور محمد النجار. اهلا بيك. اهلا دكتور ايمن، ازي حضرتك؟ الناس فاهمه يعني ايه نسور شرجي؟ لا يعني مش فاهمين، وصغار الاطباء كمان مش فاهمين، يعني كميه كبيره قوي من الناس والجمهور وهقول لك ليه انا قلت كده، ان دكاتره كتير مش فاهمين يعني ايه نسور شرجي. انت اكتر واحد تعرف. ولان انا بشوف مضاعفات من ان احنا مش فاهمين يعني ايه نسور شرجي، فبيحصل بنتاخر في العلاج فبيحصل كوارث. نسور شرجي بمنتهى البساطه هو قناه تصل ما بين فتحتين، واحده داخل الشرج وواحده خارج الشرج، ده في 90% من النسور الشرجي، لان في 10% من النسور الشرجي ما فيش فتحه خارجيه، وده اللي بقى عشان كده بقول لك ان في ناس ما بتبقاش فاهمه قوي يعني ايه نسور شرجي. لكن خلينا نتكلم في العموم الاول، 90% من النسور الشرجي فتحه داخل الشرج وفتحه خارج الشرج، وما بين الاثنين في قناه غير طبيعيه، يعني ممر كده. وانت مره قلت لي كلمه حلوه قوي في الحكايه دي، او سرداب كده ما بين هذه الفتحه وهذه الفتحه، فيبقى في قناه مش مفروض تبقى موجوده ما بين الاثنين. الشرج في منتهى البساطه هو هذه الفتحه الداخليه اللي بنلاقي حواليها بعض العضلات. مش المفروض يبقى العضلات دي مخترقها اي قنوات او اي حاجه. احيانا يحصل في 90% من الحالات يبقى في خراج ما حول الشرج، يعني عيان كل اللي بيشعر بيه الام حوالين الشرج، بعد شويه يحس، الناس تقول لك حتى حسيت ان في حبايه كده او حاجه زي كده، بعد شويه العيان يسيبها، الام شديده جدا، يحاول يروح للصيدليه ياخد اي مضاد حيويه او حاجه زي كده، او حتى اذا راح عند دكتور مش متخصص او حاجه يقول له ده خراج، ودي كلمه غلط بقى 100%، ده خراج واحنا هنديك مضاد حيوي لحد ما نشوف هيصرف ولا لا. طبعا هو ده الغلط، هو ده اللي بيخلي البكتيريا اللي حوالين الشرج الحته اللي دمها تقيل قوي دي تتغلغل للداخل وتعمل القناه او النسور. اذا كنا هنتكلم على النسور الشرجي فلازم نتكلم على العضلات اللي حوالين الشرج. الصوره دي حلوه قوي الحقيقه. الشرج هو الفتحه اخر فتحه تحت حواليها في عضلتين مهمين قوي، عضله اسمها انترنال سفنكتر وعضله اسمها اكسترنال سفنكتر، هما بشكل دائري زي ما انا بحاول اعمل بايديا كده. الشرج صمام داخلي وصمام خارجي، والاثنين في شكل اسطواني مغلفين الشرج، يبقى عضله داخليه ثم وراها عضله خارجيه ثم بعيد العضلتين الكبار اللي على اليمين والشمال دول اسمهم الليفيتور ايناي اللي هم البادز دول. النسور عشان يبقى اسمه نسور لازم يخش جوه حاجه من الحاجات دي، هيلاقي فتحه بره حوالين الشرج وفتحه جوه. بناء على التراك او بناء على القناه اللي حصلت دي هنقدر نقول النسور ده من انه نوع، وهل هو نسور خامل ولا مش خامل، هل هو نسور علوي ولا سفلي ولا متشعب ولا زي ما هنقول دلوقتي. لكن بمنتهى البساطه النسور الشرجي هو قناه تصل ما بين فتحتين، فتحه داخل الشرج وفتحه خارج الشرج في 90% من النسور، 10% مفيش فتحه خارجيه. وده اللي يغلط فيه الدكاتره، يمكن ما يبقاش متخصصين قوي في الحكايه دي، يبقى العيان متالم جدا جدا الحقيقه، وعنده افرازات بتخرج من الشرج لكن مفيش فتحه بره. الدكتور اللي مش واخد باله قوي من الحكايه دي هو فاهم انه لازم يبقى فيه اكسترنال اوبننج. لا، في 10% من النسور مفيش اكسترنال اوبننج، مفيش فتحه خارجيه، مفيش فتحه. الحكايه بدات من الداخل والتراك شغال من جوه بس لسه ما خرجش الاكسترنال اوبننج. لكن اذا حاول يفحص العين شويه ولا حاجه، لا في انديوريشن كده، حته ورمه كده او حته بتحجرك كده زي ما الناس تفهم شويه، هي دي ده بدايه حدوث النسور. اذا سبناها يعمل بقى الفتحه الخارجيه يبقى اسمه نسور شرجي.
عايز اروح لمنطقه في الاسئله مهمه قوي فيما يتعلق بالاسباب والاعراض. الاسباب اكيد برضو داخله مع الاعراض. طبعا اسباب النسور الشرجي بتحصل في بدايتها في اي عدوى بكتيريه حوالين الشرج. تبدا الحكايه بخراج حوالين الشرج، كويس؟ الخراج ده زي ما قلنا ان المريض يتجاهله او يبدا هو من نفسه ياخد علاج مش مظبوط او يروح لدكتور مش متخصص قوي في الحكايه فيقول له الكلمه اللي غلط قوي اللي انا يعني نفسي الناس كلها تاخد بالها منها، ان مفيش حاجه اسمها الحته دي. احنا بنقول dont wait for fluctuates، يعني ما تبداش ما تستناش لحد ما تعمل خراج قد كده. اذا بدا العيان يشكو من اعراض خراج ما حول الشرج لابد يتفتح ويتنظف، لابد ان البكتيريا دي تلاقي مخرج نطلعها لبره. احنا قلنا لو البكتيريا ما لقتش مخرج لبره على الجلد هتجري لجوه وهي تعمل التراك ويبقى خلاص اسمه نسور. فالاعراض هي ونقدر نقول برضو ان من ضمن الاسباب يعني خراج ما حول الشرج. اي عدوى بكتيريه في المنطقه اللي حوالين الشرج تعمل خراج هتعمل 70% نسور اذا الجراح بتاع المريض خد باله ان ده خراج وفتحه على طول في اول 48 ساعه. الصيد ده خلاص هيروح ولا يحصل نسور ولا اي حاجه خالص. اذا بقى الجراح قال الجمله الغلط اللي احنا بنقول عليها ان ما ينفعش تاخد مضاد حيوي وتشوف هيصرف ولا لا، مش المفروض، ده مش طب. اذا حصل كده خلاص هو حتى اذا العلامات الانفلاميشن اتحسنت يعني الهوتنس والريدنس وي والكلام ده كله، لكن البكتيريا جوه هي بتسرح. العين ده بعد اسبوع هيبقى عمل نسور 100%. فالاعراض هي الم شديد حوالين الشرج. والصوره دي حلوه قوي الحقيقه، الاجزاء الخضراء دي هو ده الخراج، كويس؟ الخراج ده شوف في منه كذا نوع ازاي. في بره حاجه اسمها بيري انل اللي هو الخراج اللي حول الشرج على طول، فده اي حد هيشوفه هيعرف ان ده خراج وهيفتحه. لكن في خراج الاسكو انل اللي جوه ده الصديد جوه خالص، حتى العيان بيبقى متالم جدا لكن مفيش قوي اعراض بره تقول ان عنده خراج. لو جراح مش واخد باله قوي ما ياخدش باله منه. السوبرا ليفيتور والانترسفنكتريك الخراريج دي انواع من الخراريج ما بتظهرش على الجلد لكن هي جوه شويه ليها اعراض 100%. حد بقى يغلط في تشخيصها يقول ده عنده بواسير ده عنده مش عارف، او يستسهل في تشخيصها ان عنده حاجه وبيعالج المريض بشويه كريمات وحاجات زي كده، لكن الخراج ده يكبر ويعمل نسور 100%. ولذلك اي الم مش مفهوم، ودي كلمه الناس كلها بقى تاخد بالها منها، اي الم حوالين الشرج مش مفهوم يعني مفيش بواسير تفسره او مفيش شرخ شرج يفسره او مفيش حاجه تفسره، 90% هو احد هذه الخراجات اللي اذا سبناه يعمل نسور شرج 100%. عايز اتكلم على الانواع، يعني هل الانواع اللي احنا قلناها ولا في انواع ثانيه؟ لا، هو الانواع تتقسم لتو كاتيجوريز هنسميه، يا اما هاي يا اما ميد يا اما لو، يعني يا اما نسور شرجي مرتفع يا اما نسور شرجي منخفض. وده هيعتبر على او هيعتمد على انه معدي فوق الليفيتور ايناي ولا لا، يعني هل هو الفتحه الخارجيه خلاص احنا عارفينها، لكن الفتحه الداخليه هل هي قريبه على طول قدام الشرج على طول ولا تبعد 2 سم ولا تبعد 4 سم ولا تبعد 6 7 سم؟ إذا كان نسور مرتفع فهو من النسور الخطر جدا جدا اللي علاجه يبقى صعب قوي بال 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 بالجراحة العادية. يعني إيه مرتفع؟ مرتفع يعني الفتحة الخارجية فوق الدنتيت لاين فوق الليفيتور إيناي. لا نفهم بالراحة. يعني الشرج إحنا هو دائرة، كويس؟ هو جزء أسطواني. من أول الشرج لحد جوه 4 سم، أي فتحة في الحتة دي الفتحة الداخلية ولا في الحتة دي يبقى نسور منخفض. ليه علاقه كمان بالعضلات، اذا كان داخل جوه الانترنال سفنكتر او الاكسترنال سفنكتر بس يبقى نسور منخفض، لكن اذا كان معدي الليفيتور ايناي ومعلق الليفيتور ايناي معاه يبقى نسور مرتفع. مرتفع يعني واخد عضلات كتير، يعني الدبس بتاعه كبير. منخفض يعني الفتحه الخارجيه قصاد الفتحه الداخليه نسور صغير يتعمل باي طريقه ويخف. ده كاتيجوري منخفض ولا مرتفع. ثم كاتيجوري ثانيه يتقسم ليه علاقته بالعضلات، هل هو جوه الانترنال سفنكتر فنسميه انتر سفنكتريك، هل ما بين الانترنال سفنكتر والاكسترنال سفنكتر فنسميه في الحته اللي ما بين التو سفنكترز، هل هو داخل جوه العضله فنسميه ترانس سفنكتريك يعني ماشي وشائق العضله ومعدي جوه، ولا هل هو فوق خالص فوق العضله لحاجه بعيده قوي فنسميه سوبرا سفنكتريك. يعني قسمناهم على حسب هو داخل هو مرتفع ولا منخفض، ثم هل هو داخل جوه انهي عضله. عايز اتكلم على الفحوصات، ما الفحوصات دي برضو يعني لازم نفهمها عشان ما نفقدش التشخيص زي ما انت قلت في الاول. 100% الفحوصات للنسور الشرجي مش رفاهيه ومش مسموح ان جراح يقول لمريض انت عندك نسور وهعمل لك عمليه من غير ما يعمل له فحوصات، هنتكلم عنها دلوقتي. لكن عموما هل ممكن حد يعمل جراح يعمل لمريض عمليه من غير ما يعمل له فحوصات؟ لا، لان النسور خادع جدا، ومهما كنت انت دكتور شاطر ومهما عملت الاف الحالات من النسور 100% ما تعتمدش على خبرتك في هذا المجال. ليه بقى؟ ولذلك بقى في حاجه اسمها ام ار اي، بقى في حاجه اسمها رنين مغناطيسي، فحص كامل، المريض بيدخل جوه جهاز ونعطله ونتعبه وكل حاجه علشان نعرف النسور ده فاتح فين.
لان انت بالفحص الكلينيكي في العياده انت شفت الاكسترنال اوبننج، لكن ما انتش عارف شفت الفتحه الخارجيه. واذا يا سيدي تطوعت وعرفت تحس الفتحه الداخليه يبقى كتر خيرك، يبقى ماشي اديك عرفت الخارجيه والداخليه. لكن مش لازم يبقى التراك ماشي ستريت، ممكن الخط نفسه الواصل بين الفتحتين مش شرط يكون بالظبط، ده ممكن يبقى كيرف كده، انت لما تيجي تخش مش هتبقى عارف انه عامل كيرف كده، فانت تبوظ الحكايه اكتر. جاز يبقى في النص كده عامل تشعب يمين او تشعب شمال، فيبقى اسمه ناسور شرجي متشعب. طب انت تعرف ده ازاي؟ لابد تعمل حاجه اسمها رنين مغناطيس، والحكايه بقت سهله. يعني حتى الفحص ده ما بقاش مكلف زي زمان، ولا بقى متعب زي زمان او حاجه زي كده. طيب اذا كان المريض ما يقدرش يعمل رنين مغناطيسي زي الناس اللي بتركبها مثلا ستنس في دعامات للقلب او مش عارف ايه او الحاجات، او حتى مثبت عنده كسر وحاطط شرايح ومسامير، الحاجات اللي هو المريض ما يقدرش يدخل جوه جهاز الرنين المغناطيسي، بقى في حاجه اسمها اندو ان الالترا ساوند او اندو ريكت الالترا ساوند. نعمل سونار ببروب معين، طبعا مش الموجات الصوتيه العاديه اللي في العيادات، يعني ببروب معين يخش جوه يشوف ويحس الفتحه الداخليه، ثم يبدا بالسيجنال بتاعه السونار يعرف هل هو متشعب ولا لا، في كوليكشن في حته، في كلام زي كده. وبالتالي بقى تجمع، ممكن يبقى كمان التراك ده في جنب كده ابسس عامل 100%. عامل زي كهف جوه. 100%. وهنا بقى يبقى الفحص مهم 100%، ومش مسموح تاني اهو، مش مسموح ان جراح يعمل لمريض عمليه ناسور شرجي. وناسور الشرجي شوف احنا بنقعد نتكلم عنه ازاي، هو حاجه احنا ما بنعالجش مريض من نزله برد، يعني هو حاجه صعبه جدا وعمليه مرهقه جدا جدا للجراح وكل حاجه، وعمليه الغلطه فيها بجون زي ما بيقولوا يعني. وبالتالي خلاص بقى، يعني احنا بنخش قبل ما نعمل العمليه يبقى كل حاجه متخططه بالملي، يعني ما نعملش عمليات الا واحنا عارفين قبل ما هنعمل العمليه كل الستبس اللي هتحصل، ونناقش فيها المريض قبل ما تحصل 100%، ما نتفاجئش بحاجه يعني. هل الناسور الشرجي حاله جراحيه ام الدواء له دور هنا فيها؟ لا، الدواء ملوش دور ولا حتى 1%، ده حاجه جراحيه 100%، حتى انا اسميها حاجه ميكانيكيه في حالة كمان. في حاجه اسمها الحاله الجراحيه. 100%، حاله جراحيه، يعني مثلا انسداد مراري حاله جراحيه. بالظبط، الناسور الشرجي حاله جراحيه. اي حد عنده ناسور هيعمل عمليه. متفقين؟ خلاص مفيش كلام. طب لو انت عندك ظروف يعني لا تسمح انك تعمل العمليه دلوقتي، ما عندكش وقت، مشغول، حاجات زي كده، ممكن ناخد علاج يقلل شويه الانفلاميشن او الانفكشن اللي موجود، لكن هيضيع الناسور؟ ما يضيعوش ابدا ابدا، لكن يقلل شويه الاعراض الى ان وقتك يسمح ان احنا نعمل عمليات. ينفع، لكن يضيع الناسور لا، ما بيخفش ابدا ابدا بالعلاج. لا، ما فيش علاج يعني، هياخد مضاد حيوي ماشي، بس مش فين التراك؟ بالظبط، هيعمل ايه التراك في المضاد؟ بالظبط، انا اشبهها زي واحد ضغطه عالي في السماء فعنده شويه صداع، فيروح ياخد قرص اسبرين كده ولا حاجه بتقلل الصداع ولا حاجه. ده صح ده غلط 100%، لو سايب الحكايه بالظبط يعني هيرفع له ضغطه اكتر. بالظبط. وانا ببص للجراحات القديمه مرعبه مرعبه، ويعني إذا سمحت لي في دقيقتين كده أشرح لك تاريخ الحكاية دي بدأت إزاي. أنا مستمتع بالتاريخ، أنا بحب التاريخ جدا. بدأت الحكاية يعني أول مرة عالجوا ناسور شرجي كان سنة 1603. الصورة دي حلوة قوي من كتاب 1603، دي أول حالة ناسور شرجي اتعملت في التاريخ ريكوردد يعني. ده الصورة دي حلوة قوي من كتاب اسمه ريتشارد نيلسون، كتاب ما بيتكلمش غير على الناسور الشرجي بس. لو هشوف في الصورة هو بيحاول يعمل اللي بعض الجراحين بيعملوه دلوقتي، هو بيدخل بروب، احنا نسميه دلوقتي بروب لكن هو زمان كان حاجة عنيفة قوي، ما بين الفتحة الخارجية والفتحة الداخلية، وهيروح جاي زمان يعني بحاجة زي السكينة كده جاي قاطع الحتة دي. ده في الطب اسمه فيستيروتومي، يعني بيتعمل لحد دلوقتي، وهقول لك احنا خلاص بقى انقرض ليه. فبدأت الحكاية في 1603 كويس؟ الجراح ده كان بيعمل الفيستروتومي اللي بالظبط اللي بعض الناس بتعمله دلوقتي. يعملوا ايه بقى دلوقتي؟ مرت الحكايه باول حاجه حاولنا نعالج بيها الناسور الفيستليكتومي او الفيستروتومي، اللي احنا هندخل ما بين الفتحه الخارجيه والداخليه بروب، يبقى خلاص التراك قدامنا، ونروح جايبين بالمشرط او بالكوتري الدايسيرمي او الكلام ده وقاطعين. حاجه كويسه يعني، مقبوله وكل حاجه، لكن انا رايي انها تتعمل للناسور الصغير اللي هو خلاص طوله نص سنتي كلام زي كده، فخلاص اقطع زي ما تقطع مش مهم. طيب بعد الفيستولوتومي ده ايه الحكايه؟ بدانا نفكر في اننا نعمل اجراءات جراحيه اكثر تطورا شويه. مش الحكايه لحد 2006، جراح عظيم قوي في 2006 عمل حاجه اسمها ليفت، يعني من 1003 كل ده بنعمل فيستولوتومي
ماشيين على نفس المنطقه. بنعمل فيستيروتومي بس. فيستيروتومي اللي هو ادخل ما بين الفتحتين واروح جاي قاطع. قاطع. وكان لما يبقى الناسور كبير ما نعملوش، لان المريض 100% هنقطع حته من العضلات، فبنعمل معاه كولوستومي، يعني نحول مجرى البراز، لان المريض لما قطعنا العضلات مش هيتحكم في البراز. فنعمل ده لازم نعمل كولوستومي. واحنا لما كنا في نفتح فتحه نطلع القولون على فتحه تحت الجلد. اسمه تحويل مجرى البراز على الجلد. على الجلد ده كارثه. كارثه. بس هو كان كده يعني، ما فيش غير كده. ولما كنا طلبه بندرس الكلام ده كان كده يعني، يقول لك الهاي ده الناسور العلوي حله ايه؟ الاجابه النموذجيه، واحنا بناخد الدراسات بتاعتنا، يقول لك الحل الاجابه النموذجيه انك لازم اول حاجه تعمل كولوستومي، لازم تحول مجرى البراز، ثم بعد كده اشتغل زي ما عايز تشتغل. كانه كانسر قول بالظبط يعني. اي نعم هي حاجه تمبراري يعني، بعد 3 شهور بيرجعها تاني كل حاجه، بس انت قعدت العيان بثلاث شهور بتحويل مجرى البراز على الجلد. ثم اتطورت الحكايه لحد 2006 بقى بيقول حاجه اسمها ليفت. ليفت يعني احنا قلنا ان الفتحه والفتحه، طب بدل ما نقطع ده كله احنا هنيجي على الحته الانترس فينتريك جروف ده، الحته اللي حوالين الشرج، نفتح ثم نخش نوصل ما بين العضلات، لان دي الحته الامان. عضله يمين وعضله شمال وبينهم جروف، بينهم حته فيهاش عضلات. فهنفتح في الحته دي ونخش نطلع التراك ونربطه ونقصه من الحته دي بس، فبدل ما نقطع ده كله يبقى قطعنا الحته دي. اجراء عظيم وكويس جدا كل حاجه، بس ما زال اجراء جراحي بيضطر من حته نقطه، وعايز جراح شاطر. دي صعبه حته للجراحين اللي احنا قلنا دي بقى مش ليكم انتوا، حته للجراح. بالظبط تمام. بس عايز جراح شاطر، لانه لازم يعرف هو بيفتح فين وبيسلك ازاي ما بين العضلتين وكلام زي كده. لكن كان اجراء جراحي. تطورت الحكايه بعد كده الى انه بقوا بيعملوا حاجه اسمها بلاج، يعني يخش قال لك لما هو فتحه وفتحه وبينهم قناه، ما نخش نحقن الناسور ده بحاجه تسده من جوه يعني. لقوها فاشله شويه لان بتعمل ابسس وكلام زي كده جوه، فخلاص ما بقاش حد بيعملها. ثم بدا في من 8 سنين من النهارده في 2012 اجراء عظيم قوي اسمه فيلاك، فيستولا تراك ليزر كلوجر، ان احنا استخدام الليزر، استخدام الليزر في هذا المجال في تعقب. على فكره هي اسمها تعقب بالزبط. تعقب الـ 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 الفتحه دي بالزبط. تعقب التراك ده بالظبط. يبقى خلاص احنا من 2006 من 2012 دلوقتي من 6 سنين بالظبط، بدا واحد اسمه ارني ويليام في جامعه اليزابيث كولين في المانيا، هيعمل حاجه اسمها فيلاك. طبعا هو ما عملش من دماغه كده يعني، ده على مدار السنين عاد بداوا يعملوا الحكايه دي. لكن في 2012 من 6 سنين من النهارده بقت الحكايه دي اف دي اي ابروفد واعترفوا بيها ونزلوها في الكتب، وقالوا بقى في حاجه اسمها فيلاك. تعتمد على ايه؟ ان احنا خلاص عندنا تراك، هنخش نركب سيتون قبله او دعامه كده ما بين الفتحتين، ثم بعد ما الدعامه دي عادها 5-6 اسابيع ولا حاجه، نخش باستخدام الليزر نكوي هذا الناسور. نكوي ده كلمه مش مظبوطه الحقيقه، لكن هي بتعتمد ان الليزر ده حرارته 320. هنعمل حاجه اسمها ديستراكشن للسيل، يعني الحراره اللي بتخش من الفتحه، الحراره بتطلع من الليزر هتمشي في هذا التراك بشكل دائري. كل كلمة هنا مقصودة، يعني ايه شكل دائري؟ يعني الليزر هيطلع في شكل زي المقوار كده، بحيث يدمر الخلايا بتاعت الناسور. هو في على فكرة في دلوقتي في مثلا دراع ضوئي كده تلاقيه، او مثلا يعني هي اوبتيك فايبر، هي قسطرة اوبتيك فايبر. يعني هي زي بالظبط الليد اللي بالزبط. بتعلق ايوه زي الليد اللي في الارضية عندنا دوت بالظبط. داير بيدور، هو عبارة عن اوبتيك فايبر بيدخل يملى التراك ويطلع حرارته، يدمر الخلايا ويوقع التراك. فكرة شبيهة بحاجة زي المقوار كده، اكننا هنخش نشيل التراك من وسط العضلات. وبالتالي مع استخدام الليزر في علاج الناسور الشرجي ما بقاش فيه خوف ولا حتى 1%، انا بقول اهو ولا حتى 1% على العضلات. طبعا ده صورة الاوبتيك فايبر او القسطرة، وهنا هي مكبرة. هي مكبرة، هي حاجة اقل من كده بكتير يعني. وهنا فرصة نقول ان الحتة دي الدايليما اللي فيها ايه، ان بقى في حاجة لعلاج الناسور اسمها علاج الناسور بالليزر، امن 100%، انا 100% ما فيهوش خطر ولا حتى 1% على العضلات. ده مش كلامي، ده كلام الناس اللي بتشتغل في العالم كله. العضلات اللي هي عضلات تحكم في البراز. وبالتالي هنعمل عملية ونطلع بعد ساعتين 100% مفيش خوف على العضلات. ده حاجة. تاني حاجة مفيش جرح، مش هنعمل الحتة اللي هنخيطها ولا كلام زي كده. تالت حاجة ان المريض يقدر يروح شغله بعد 24 ساعة. مش ده سحر، مش لأنه ده سحر ولا أنا ساحر يعني، هي الفكرة ان مفيش وند، مفيش جرح ولا أي حاجة، والحكاية كلها من جوه التراك، فمفيش وجع ولا أي حاجة زي كده. طيب يبقى احنا في الاخر دلوقتي وصلنا ان احنا بنعمل الفيلاك، ان احنا بنعالج الناسور باستخدام الليزر. انا بشكرك على هذه المحاضره الرائعه القيمه جدا اللي مليانه علم، اللي في موضوع مهم جدا جدا. يعني احنا بنتكلم على موضوع ممكن يقلب من قصه قصيره الى بالظبط يعني يقولوا عليها ايه، درامه العمر كله
صحيح. مأساة العمر كله صحيح. يعني كابوس العمر كله صحيح. بيقلب لي كابوس مزعج. ولكن الجايد لاين حفظناها النهارده، حفظناها اسمع حالك. لا لا خلاص، اول حاجه في لاك لو ما نجحش يعيد في لاك تاني، لو ما نجحش ثم لفت بعد كده يدخل بين العضلتين في الحته الامنه اللي ما فيهاش عضلات، ثم لو ما نجحش نعمل بقى كروس تمام. واحنا من خلال تجربتنا والصادي بتاعتنا من 5000 مريض هم 4 اللي ما حصلش معاهم النجاح لثلاث خطوات اللي فاتت بالظبط. صح كده 100%. نورتني الله يخليك، ابدعت الله يخليك، يعني اسعدت الله يخليك، ربنا يكرمك على الكلام الله يخليك. ضيف العزيز الدكتور محمد النجار كان مبدعا كعادته في حواره في واحده من المواضيع المهمه جدا المسكوت عنها جدا متجاهله جدا المكسوف منها جدا بلا مبرر اللي ما عندش الناس ثقافه فيها، واحنا عملنا يعني الحمد لله ربنا كرمنا ان احنا وفقنا في استضافه الدكتور محمد، نورنا الحته دي. ذكروها بقى، ذكروها، ذكروا، خليكم على مسألة.